مامي برضو بعت لي مسج قال لي برضه صعبان عليك مامي. هندعي له بالشفاء طبعا، وربنا هيكرمه وهيستره ان شاء الله ويعديه من المحنه على خير ان شاء الله. بس سر العلاقه الجميله اللي بينك وبين مؤمن يا حسام، وانا مقدر مشاعرك جدا يعني. حقيقة وفاة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي. للصور حقيقة وفاة مؤمن زكريا، مرض مؤمن زكريا، ويكيبيديا. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس، وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. حقيقة وفاة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي. انتشرت شائعات في الساعات الأخيرة عن وفاة النجم الدولي مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق في ظل معاناته مع المرض في الفترة الأخيرة. وترددت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأخيرة بوفاة مؤمن زكريا، وهو ما كذبته زوجته. يعاني مؤمن زكريا من مرض ضمور العضلات الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضي. وبدأت معاناة قصة مؤمن زكريا من المرض أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعوديين في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب